اليوم بغينا نسولك، راه كيف المعرض ديال ماد ان موروكو؟ شنو شتي؟ شنو عجبك؟ شنو ما عجبكش من المنتجات المغربيه؟ الحمد لله، هذا شرف كبير اليوم كتشوفوا هذا الشيء، وهذا الشيء كيفرح. دقنا دي روسيت زعما متنوعه، والحمد لله هذا الشيء كيفرحنا لان كتبريزونت الماروك وكيهز واحد الرايه ديال المغرب، وحنا الحمد لله كمهاجرين فرحانين بهذا الشيء كلشي. المعرض جينا اليوم شفنا داكشي ديالنا ديال المغرب، شويه الاثمنه ماشي في المتناول الجميع. في الحقيقه ما شرينا والو، كاين موجود، كاين التمار، كاين بزاف د الحوايج، ولكن داكشي كاين في السوق تاعنا، في الاسواق كاينين، وكلشي غزال وكلشي الحمد لله والشكر لله. جبنا جلالب، تكاشوت فاسون، لا كاع المنتجات المغربيه كلها زوينه. تاممت وي تاممت، ثلاث الانواع، تيني وي سوا لحق التقليديه ديال المغرب، التقليديه بحال اتاي حطمار وارغان. جبت كل شيء سورتو زيت الارغان حيت تقلده ودا شيت اللي خير الله. الزيت ديال الارغان وعجبني كل شيء، زعما كل حاجه زوينه هنا. القفطان باقي ما شفناه مع ساتور، يمكن سافا كومونسي On va rester jusqu'à la fin, inshallah. Beaucoup aimé, enfin, c'est une bonne initiative pour découvrir l'artisanat marocain, la nourriture marocaine, la culture marocaine. Il y a aussi un défilé de caftan, donc ça j'aimerais bien le voir, et aussi le concert. Tout est bon, tout est bon, والله ملك الحمد والحمد لله. هذا المعرض كنجيو ليه كل عام تقريبا، كل عام انا كنسكن غير هنا قريب في جوج زناقة ولا 30 اللور، فكنشوفوا فيه هذا الشيء اللي كيديروا ديال المعارض والاغاني، وكنشوفوا هذا الشيء اللي جديد في المنتوجات ديال المغرب ديالنا. ايوا حنا كنجيو له كل عام، كنجيو تسمى بيكسبو، نجيو لهنايا، ومي تكون شي طومبوله كيكون الحظ حال فيه الحظ. واحد المره في 2011 ربحت تذكره لاكادير. فرانشمون ملي كنجي هنا بحال كنحس البلاد، و لي فاكونس قريب، باقي والو رمضان، و فرانشمون اون بون امبيونس والله.